إلي أم صالح عبد الرحمن، رجل أعمال، 3 ديال الوليدات، تعليم عالي كله الحمد لله، وقاضي سابق بالمجلس الأعلى للحسابات. فأنا تعرضت لعدة تهديدات بالقتل من طرف 4 ديال الأشخاص وبأرقام هواتف معروفة لهاد الأشخاص، وأنا ما تنعرفش هاد الأشخاص وغالبا ما تعرفونيش. تعرضت أكثر من 50 مرة برسائل إلكترونية، وتعرضت أكثر من 200 مرة بهواتف، أي 200 مرة 200 مكالمة هاتفية. هاد التهديدات جعلتني تنعيش في حالة يرتلها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أعيش في حالة عصبية، أعيش مدلولا، أحس بأنني مدلول داخل هذا الوطن. وجعلتني هذه التهديدات لا أخرج لصلاة الفجر، لأنني أخاف من هذه التهديدات. فكيف لمواطن صالح يحب وطنه ومملكته يتعرض لهذه التهديدات التي كلها تهددني بالقتل وأشياء أخرى أستحي ذكرها؟ درت الشكاية ديالي للمحكمة الجنائية فاس، لكن القضية ديالي بقات مجمدة وما تمش استدعائي، وما تمش استدعاء حتى هاد الأشخاص هادو، لأنه في القانون والقانون الدولي يجب على الدولة أن تلقي القبض مباشرة على هاد الأشخاص آنذاك. تعرف الأسباب التي دفعتهم لتهديدي. أنا أقول وأكرر أنني لا أعرف شخصا من هؤلاء، لأن الشرطة القضائية عرفت الأسماء ديالهم بواسطة اتصالات المغرب وبواسطة شركة ميديتال، وطلبت مني وقالت لي واش تعرف شي واحد من هاد الأشخاص؟ قلت لها ما تعرف حتى شي واحد. إذن هذه عصابة خدات واحد الحصة ديال الأموال ما عندش ناس آخرين لا أعرفهم باش يهدوني. تنطلب مزير العدل والحريات، وتنطلب من السي حموشي اللهم تعالى يحفظه المدير العام للأمن الوطني، تنطلب منهم باش يفتحوا تحقيق جدي ونزيه في هذه القضية قصد إنصافي. أنا ما تنطلب حتى شي حاجة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.